تشوف ناس في مجتمعنا إذا تسأل عنهم ولدنا طيبين، شنو يعني طيب؟ الإنسان المبتسم المتواضع الخلوق الذي يحب الناس، يألف الناس، يبادر لقضاء حوائج الناس، هذا الناس شنو تعتبره؟ يقول الناس هذا طيب مسكين، صدق الناس. هذا الشخص اللي احنا نسميه طيب ومسكين هو المحظوظ بلقاء، هو المحظوظ ببركة الإمام، هو المحظوظ بمدد الإمام، لأن قلبه طاهر صفحة بيضاء لا يحمل حقدا ولا ضغينة، كما ورد عن النبي محمد: أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. مهدي.